السلام عليكم. تغطيتنا الخاصة اليوم من الصين، تحديدا بتشينغدو. احنا اليوم بفعالية ميشلان تشالنج ببندم. هاي الفعالية بتحصل كل سنتين مرة واحدة، هاي الفعالية رقم 12، ثالث مرة بتصير بالصين، بس اول مرة بمدينة تشينغدو. احنا بحلقتنا اليوم رح نغطي جزئين. الجزء الاول رح نحكي نبذة تاريخية عن شركة ميشلان وابرز انجازاتهم والمنتجات تعاونهم، والجزء الثاني رح نحكي عن فعالية ميشلان تشالنج ببندم. هاي الفعالية بيكون دعوات خاصة مش للجمهور عامة، بتم طرح العديد من الأفكار، بيكون في ناس من شركات، قطاعات حكومية، قطاعات خاصة، مهندسين، حتى بروفيسورية، بعطوا حلول للمشاكل الموجودة على مستوى العالم. أهمها انتشار التلوث عن طريق السيارات، حلول منطقية للمدن وتوسع المدن وطريقة المواصلات داخل المدن مشان تعطي أفضل الحلول وأسرعها. يعني تقريبا هم بيحاولوا قدر الاستطاعة أنه يقوموا بحل جميع هاي المشاكل لسنة 2050 قدر الإمكان. احنا اليوم رح ناخذكم بجولة سريعة، نحكي لكم أبرز النقاط، كونوا معنا بهاي التغطية وإن شاء الله تستمتعوا معنا. قبل أن نفصل عن شركة ميشلان، نحكي نبذة سريعة عن مدينة تشينغدو. تقع بالجنوب الغربي بالصين، تشتهر بالتكنولوجيا، حيث يوجد فيها العديد من الشركات المعروفة مثل انتل وموتورولا، وحتى يوجد مصنع لشركة أبل بصنع 75% من الآيباد على مستوى العالم. وعلى صعيد السيارات يوجد العديد من المصانع، أبرزها مصنع فوكس فاجن. وعند سؤالي للمرشد السياحي عن تعداد سكان تشينغدو، أخبرني إنه مش كبيرة المدينة، ولكن يبلغ عدد سكان المدينة مع ضواحيها فقط 90 مليون، رقم مش كبير لدولة بيسكنها 1.397 مليار شخص. من أبرز معالم المدينة محمية الباندا، اللي تعتبر أكبر محمية للباندا بالعالم. تعتبر شركة ميشلان الفرنسية لصنع الإطارات أكبر شركة تصنيع إطارات بالعالم، بعود تاريخ تأسيسها لعام 1889. وتروى قصة طريفة عن بداية الشركة. كان الإخوان إدوارد وأندري ميشلان بديروا مصنع للمطاط في فرنسا، وفي أحد الأيام جاءهم سائق على دراجة هوائية بحاجة لتصليح عجلة الدراجة. كانت العجلة ملصوقة بالإطار الحديدي، واستغرق الأمر 3 ساعات لنزع العجلة وإصلاحها، وكان عليهم ترك العجلة لتجف طول الليل. وفي الصباح اختبر إدوارد ميشلان الدراجة، ولكن العجلة تلفت بعد قطع مئات من الأمتار. ومن هنا اخترع الإخوان ميشلان فكرة العجلات المنفوخة بالهواء، ليسجلوا براءة اختراع للعجلات المنفوخة بالهواء وقابلة للتغيير أو غير الملصقة بالإطارات اللي تستخدمها السيارات والدراجات اليوم. تنتشر مصانع ميشلان للعجلات في أنحاء العالم، حيث تمتلك الشركة الفرنسية مصانع في فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا، البرازيل، تايلاند، إيطاليا والصين وغيرها أيضا. والجدير بالذكر أنه عدد موظفي شركة ميشلان يبلغ أكثر من 111,000 موظف، وبيبلغ عدد موظفي البحث والتطوير 6,600 موظف، ولديهم ميزانية 650 مليون يورو سنوية للارتقاء بالمنتجات وتحسينها. تجرى العديد من الاختبارات على أنواع مختلفة من العجلات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، حيث بتقطع هاي العجلات اللي بتم اختبارها مسافة 42,000 كيلومتر كل 12 دقيقة، أي ما يعادل محيط الكرة الأرضية. خلال حديثي مع مسؤولي مواد الخام، أوضحوا إلي إنه الشركة بتستورد المواد الخام من كافة أنحاء العالم، إنه هاي المواد بتتم جمعها ومعالجتها للخروج بتركيبة واحدة بنفس الجودة بكافة المصانع على مستوى العالم. يعني إنه جودة المنتجات المصنعة في الصين لا تختلف عن منتجات مصانع ميشلان في فرنسا. وعند سؤالي المدراء عن نيتهم فتح مصنع في السعودية، أكدوا لي أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع الحكومة السعودية، وأن الشركة بتفكر في إقامة مصنع لها في منطقة الشرق الأوسط في المستقبل القريب، ولكن لم يتم تحديد الدولة لحد الآن. من بداية الشركة اختارت أن تخصص قسم خاص لرياضة المحركات بمثابة قسم تجارب لأحدث منتجات الشركة وتقنياتها.
ومع أن الشركة تدفع أموال طائلة في رعاية الفرق والسباقات الرياضية، إلا أن هذا بيعود عليها بالنفع، حيث بتوفر إلها المعلومات حصرياً وبتستفيد منها الشركة في تطوير منتجاتها المخصصة للبيع. وأكبر مثال على هذه السباقات سباقات الفورمولا اي الكهربائية، اللي تعد الشركة الراعي الحصري إلها. وفيما سبق كانت الفجوة بين مبتكرات هذا القسم المستخدمة في رياضة المحركات وبين المنتجات الموجودة في الأسواق توصل لعشر سنين. أما الآن فأصبحت هذه المبتكرات توصل للأسواق بعد أربع سنوات فقط من استخدامها في الموتور سبورت. نحكي لكم شوية تفاصيل عن فورمولا اي. ميشلان هي الراعي الحصري بالإطارات لسباقات الفورمولا اي. حجم الإطارات 18 إنش، يعني تقريبا نفس الحجم تاع السيارات اللي احنا بنستخدمهم على الشارع. الفكرة من الإطارات انه خلال السباق ما بيتم تغيير الإطارات، فقط إطار واحد، وحتى أثناء الكواليفيكيشن اللي هو التحضير للسباق مشان يحددوا أي مركز الانطلاق. ففي كتير تكنولوجيا قريبة جدا من السيارات اللي احنا بنشوفهم على الشوارع، بس الفكرة انه هاي سيارة سباق. السيارة صح انه كهربائية بالكامل، بس نفس الوقت قوية، من 0 ل 100 كيلومتر بثلاث ثواني، وسرعتها القصوى 260 كيلومتر. يعني احنا بنحكي بسيارة بتعطي اداء مش عادي، خيالي. وحتى الفكرة انه الاسطح اللي بيتم القيام السباق عليها مش بحلبات، بتم السباق على شوارع عادية، يعني شوارع بوسط المدينة. فاختبار الاداء تاع هاي الاطارات رح يكون تقريبا مشابه جدا للي احنا بنعيشه وبنشوفه. فشركة ميشلان بتحسن بتطور على من السباقات للسيارات الموجودة بالشارع، يعني تقريبا نفس الشيء، يعني مسألة وقت إن شاء الله صغير وبكونوا نفس الأداء كسيارات سباق، ونفس الوقت سيارات الشارع اللي احنا بنستخدمهم كاستخدام يومي. من التكنولوجيا الجديدة الميشلان استخدمتها وراح تطرحها قريبا في الأسواق، ميشلان سيلف سيل. الفكرة انه هذا العجل شو ما دخل فيه مثلا مسمار مش راح يتم انه ينزل العجل، انه بنشر. ففي طبقة داخلية، هاي الطبقة الداخلية انه عبارة عن حتى لو تم ثقب الاطار هي راح تقوم بتعويض واغلاق هذا الثقب مشان العجل ما ينزل نهائيا. هاي من تكنولوجيا جديدة من المفروض انه قريبا توصل للاسواق على مستوى العالم. راح اوريكم تكنولوجيا تانية، ميشلان بريمير. هاي تكنولوجيا حاليا تم طرحها فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، إن شاء الله على أمل أنه قريبا توصل أسواقنا. الفكرة من هاي التكنولوجيا أنه العجل لما يكون جديد بعطيك أداء معين، لما يصير مستخدم ومستهلك بخف هذا الأداء عند كل الشركات. هاي التكنولوجيا حتى لو الإطار تم استخدامه على مدى كبير راح تظل يعطيك نفس الأداء المطلوب كأنه إطار جديد. خلال الفعالية شارك عدد من المتحدثين ناقشوا مفهوم النقل بشكل عام وعلاقاته بالحفاظ على البيئة من تجربتهم ومنظورهم الشخصي، خاصة أنه على أرض الواقع بتشير الدراسات أنه عدد المركبات في عام 2015 رح يبلغ مليارين مركبة، وأنه الكثافة السكانية في المدن بتزايد بشكل كبير، حيث كان يسكن المدن 20% من عدد السكان والآن ارتفع العدد إلى 50%، ومن المرجح أنه يوصل ل 80% خلال المئة عام القادمة. وضع المتحدثين مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومات للتخطيط بشكل أفضل للمدن وتوسعها في المستقبل، حيث تحتل الطرق ما يصل ل 25% من مساحات المدن، ما يفرض ضرورة التخطيط بشكل مستقبلي بعيد المدى يأخذ بعين الاعتبار زيادة عدد السكان وتوسع المدينة وازدياد عدد المركبات المستخدمة، وتصاميم المدن لتكون ملائمة مع الوسائل النقل الحديثة صديقة البيئة، بالذات المركبات الكهربائية اللي بتحتاج لمحطات إعادة شحن. فعلى سبيل المثال تتراوح نسبة مالكي السيارات في الهند من 15 ل 20% من عدد السكان ومرشحة للزيادة، وما زال هناك قرابة 200 ألف قرية معزولة في الهند بسبب عدم توافر الطرق. فعلى الحكومة تجهيز البنية التحتية بنظرة مستقبلية لتلافي التعقيدات والتوسع السريع في حجم المدن، خاصة وأنه عدد الوفيات بسبب حوادث المرور توصل ل 270 ألف حالة وفاة سنوية على مستوى العالم. ومن بين الأفكار المميزة طرحها المتحدثون توفير مركبات ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن تكون صديقة للبيئة في نفس الوقت، مثل السيارات الكهربائية والهجينة. أما لمساعدة الدول للنقل البضائع الصغيرة وتخفيف من التلوث
والازدحام المروري. طرح المتحدثون إمكانية استخدام الطائرات بدون طيار في هذا المجال بدلا من اقتصارها على الجانب العسكري، وهي فكرة شاهدناها مطبقة في توصيل البريد الإمارات وبنفخر فيها. للوصول إلى التغيير البيئي المطلوب بتواجه ميشلن وغيرها من عمالقة الصناعة عدد من الصعوبات لتحقيق المعادلة الذهبية اللي بتجمع بين صنع منتجات مستدامة بترضي المنتج والمستهلك وبتكون صديقة للبيئة في نفس الوقت، ولذلك تقام مثل هذه الفعاليات لمناقشة الأفكار والوصول لحلول عملية. العديد منكم بيستفسر عن اسم بيبندوم، شو يعني كاسم ايفنت؟ هذا هو بيبندوم، شخصية تاعت ميشلين. Say hi. Hi. Hello. Hello. وصلت تغطيتنا للنهاية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. شباب أي استفسارات إن شاء الله رح نتفاعل مع بعض على الموقع وأنا رح أرد عليكم بشكل شخصي. انضموا لقناتنا وتابعوا موقعنا لكل شيء جديد بعالم السيارات للعالمية باسم العرب إن شاء الله مع بعض. في أمان الله.